غادي نخدمو الفاريونت الثانية اللي متعلقة بالباوربوينت اللي العنوان ديالها ترافيرسي، وغادي نبداو بأول سؤال. طاي دي ديابوزيتيف. الوغ كالعادة هاد لي دو كيستيون الاولين فهما خاصهم يطبقو في الماسك، لأنني إلا جيت نقرا لي كيستيون مزيان غنلقى بأن هادو خاصهم يطبقو في الماسك. فأنا غادي نمشي أولا أفيشاج ماسك دي ديابوزيتيف ونختار أول ديسبوزيسيون ومن بعد نقرا السؤال ديالي. السؤال الأول تيقول طاي دي ديابوزيتيف، بيرسوناليزي لا طاي دي ديابوزيتيف دو لا بريزونطاسيون ترافيرسي بوان بي بي تي اكس. افيشاج على الكرون 16-10. اذا انا غادي نمشي لماسك دي ديابوزيتيف وغادي نختار منها طاي دي ديابوزيتيف، طاي دو ديابوزيتيف بيرسوناليزي، ونجي لهنا ونقلب على 16-10. فوالا ها هي. من بعد ما كليكيت عليها غادي نقول اوكي. من بعد قال لي في السؤال اغرونديغ لا طاي دو فوتر كونتوني او ماكسيموم، اذا غادي نختار اغرونديغ. السؤال الثاني قالوا لي ايماج، اجوتي اون ايماج او ماسك دي ديابوزيتيف، فابريكان ماسك دي ديابوزيتيف. اذا غادي نمشي لسورس دو فيشي اللي هو لوغو فابريكان، غادي نمشي لانسيرسيون ايماج. كالعادة هاد ليكزام غتلقاو ليماج هنا. انا غادي نمشي للدوسي ديالي اللي سميتو ترافيرسي وغادي نختار منه لوغو فابريكا ونقول لي انسيري. فوالا هو زاد عندي. من بعد قالوا لي بوزيسيون اوريزونتال 0 سنتيمتر دو كوان سوبيريور ا غوش. اذا بعد ما كليكيت على ليماج غنمشي لاوتي ايماج وغادي نختار طاي، ومن تحت ديال لاطاي كاين عندي هنايا ها هي بوزيسيون، وغادي نقول لي بوزيسيون اوريزونتال شحال 0 سنتيمتر كوان سوبيريور ا غوش، و بوزيسيون فيرتيكال قالوا لك كذلك 0 سنتيمتر كوان سوبيريور ا غوش. و تنشوف ليماج راها شدات بلاصتها. من بعد نسد هاد لونغلي ديابوزيتيف اكسيلونس دون لاندستري. اذا انا ساليت من الماسك دي ديابوزيتيف نقول ليه ديزاكتيفي لو مود ماسك بور رجع لي ديابوزيتيف. قالوا لي ديابوزيتيف اكسيلونس دون لاندستري، فين هي؟ هي هاد ايماج، انسيري ان ايماج اسباس ريزيرفي دو كونتون اللي هو هذا اللي على اليمين. اش من ايماج غادي انسيري؟ وحده سميتها فوا فير. اذا غنكليكي هنا على ايماج وغادي نلقى قدامي فوا فير، نقول له اوكي. ستيل ديماج، اجوتي اون بوردور على ليماج، بوردور ايبيسور 3 بوين. اذا غنكليكي على ليماج اوتي ايماج، ها هو عندي بوردور دو ليماج ايبيسور ونختار منه 3 بوين. ديابوزيتيف، ديابوزيتيف بروجي بيلوت سي ار اس. اللي جيت نشوف ما كاينش عندي هاد ديابوزيتيف، لان في السؤال رقم 5 قالوا لي انسيري ديابوزيتيف، انسيري ان ديابوزيتيف ا بارتير دان بلون اونتر لي ديابوزيتيف اكسيلونس دون لاندستري اي استوار دان سوكسي، يعني ما بين هذه ها وما بين هذه، يعني انا غادي نكليكي هنا سورس دو فيشي بلون سيريس بوان تكست. اذا غنمشي لاكوي نوفيل ديابوزيتيف، ديابوزيتيف ا بارتير دان بلون، ونقلب في البيرو في داك لو دوسي ديالي ترافيرسي غادي نلقى بلون سيريس اللي طلبوا مني ونقول لي انسيرس. فوالا تلاحظ بانه ها هو تزاد عندي. كاستيون 6 ديابوزيتيف ديسبوزيسيون ديابوزيتيف، شونجي لا ديسبوزيسيون دي ديابوزيتيف، ديابوزيتيف بروجي بيلوت سيريس ديسبوزيسيون اللي خاصنا نعطيوها تيتر دو سيكسيون. اذا غنمشي انا لاكوي ديسبوزيسيون ونقلب على تيتر دو سيكسيون ها هي وندير عليها كليك وها انا ساليت. ديابوزيتيف اوبجيكتيف، انسيري ديابوزيتيف، ريوتيليزي ان ديابوزيتيف بروفونون دان اوتر فيشي باوربوينت اونتر لي ديابوزيتيف بروجي بيلوت سي ار اس اي استوار دان سوكسي. اذا قالوا لي هنا غادي ندير واحد ديابوزيتيف جديده ما بين بروجي بيلوت سي ار اس و استوار دان سوكسي، يعني هنا وغادي نستخدم لا ميثود ديال ريوتيليزي سورس دو فيشي بيلوت سي ار اس بوان بي بي تي اكس. اذا غادي نقول له نوفيل ديابوزيتيف ريوتيليزي لي ديابوزيتيف
ونجي لهنايا باركورير ولا نقدر نقول لي اوفرير فيشي ديريكتومون ونمشي نرجع للدوسي ديالي اللي هو ترافيرسي قالوا لي بيلوت سي ار اس ها هو نقول لي اوفرير من بعد اللحظه هو تفتح اختار منه ديابوزيتيف ان اللي سميتها اوبجيكتيف اللي ديالي ندير عليها كليك فوالا هي تزات هادي من بعد كومونتير diapositive. Ajouter des commentaires à une diapositive. Champ de commentaires. Texte marqué de segment. يعني هاد diapositive هادي غادي نعطيو واحد الكومونتير. ما نكليكي على حتى شي اوبجي هنايا. انا خاصني نكون كليكي اون دور ديال diapositive يعني خارج من diapositive. وغادي نمشي للانسيرسيون وغادي نقول لي كومونتير وغادي نكتب هذيك الجمله اللي عندي اللي هي ماركت سيغمون صافي ابخي كليكينا على برا ونسي ليست كريي ان ليست سو لو تيتر برانسيبو ريزلتا دو بروجي بيلوت دون لا زون دو تكست دو دغوا يعني من تحت هذا العنوان اللي هو العنوان اللي تي التكست اللي تيبدا بلاج دو ليست من ريزلتا دو فيزابيليتي جيسكا ريسورس اجور يعني هو هذا غادي نكريو هنا واحد ليست اش من نوع ديال لي ليست تيب دو ليست نيميرو 1 2 3 اذا لمشيت الاكوي نلقى ليست نيميرو تي وغادي نلقى فيها 1 2 3 بالاقواس كما طلبوا منا نمشيو للكيستيون 10 قالوا لنا ديابوزيتيف فيزابيليتي فين هي هنايا ما كاينش اذا انسيري ديابوزيتيف Réutiliser une diapositive provenant d'un autre fichier PowerPoint entre les diapositives objectives et histoire d'un succès. Mais bien, réutiliser source de fichier Pilot CRS. Vous voyez que nous avons fait une gbila. Je vais diapositive vous faire une gbila. Il y a un rachem juge et un de la faisabilité. Il y a un. Voilà, on sait. Voilà. Modifie le tableau. هذا الطابلو هذا اللي بدا modifie un tableau existant. Tableau résultat des essais sur le train. اللي هو هذا. Tableau style. Style léger 1. Accentuation 1. إذن غادي نكليكي على الطابلو. نمشي لأوتي دو طابلو. Création. Style de tableau. ونبدا نقلب هنا حتى تلقى style léger 1. Accentuation 1. ندير عليه كليك. Supprimer la ligne 10 contenant le titre composé générique. هنا هي هذا. كومبوزيت جينيريك ها هي الوغ باش نسيليكسيوني لاين تنجي في الجنب تتيبان عندي داك السهم بالكحل سيليكسيوني ديسبوزيسيون ونقولي سيبريمي لي لين او ها هو تمسح كومونتير سيبريمي ان كومونتير اكزيستون ديجا كاين عندي هنا واحد الكومونتير ها هو مالو قالوا لي سيبريمي لو كومونتير اللي فيه روميتر اون فورم سو طابلو الا جيت نقرا هذه الجمله هذه غادي نلقاها غوميتر اون فورم سو طابلو نقول لي سيبريمي وها هو ما بقاش تيبان لي ديابوزيتيف بوان ماركتينغ فين هي هاد بوان ماركتينغ ما كاينش ان سيري ديابوزيتيف ان سيري ان ديابوزيتيف ا بارتير دان بلان اونتر لي ديابوزيتيف فيزابيليتي اي استوار دان سيكسي يعني ما بين هذه وهذه هنا ا بارتير دان بلان قالوا لي اذا ديابوزيتيف ا بارتير دان بلان Fichier source plan marketing.docx. Idem, où est le plan marketing? On va dire insertion. Voilà, où est le ZND. Insérer Smart Art. Convertissez le texte en un objet Smart Art. Zone de texte contenant du réduit 4 fois jusqu'à problème des déchets plastiques. Idem, où est le ZND? Idem, où est le Smart Art? HMNR, disposition, liste courbe verticale. باش نحول تكست لسمارت ارت فانا كنمشي لاكوي كونفيرتير اون جرافيك سمارت ارت اوتر جرافيك سمارت ارت ليست وغادي نهبط شويه لتحت وغادي نلقى ليست ايراشيك اللي هو اللي بغاو هما بليتو ليست كور فيرتيكال اللي هو هذا ليست كور فيرتيكال راح تعدي هو هذا ونقول له اوكي فوالا ها هو تيحولوا ليا ليست كور فيرتيكال من بعد قالوا لي ستيل ديالو تخوا دي بولي اذا تنعاود نسيليكسيوني سمارت ارت كامل وكنمشي لاوتي سمارت ارت كرياسيون ستيل وكنختار منه تخوا دي بولي
أو modifie Smart Art. Ajoute une image à l'objet Smart Art dans le cercle d'accentuation pour lisser forme. Source du fichier cocher.jpg. إذن قالولنا هاد ستة ديال لي سيركل اللي هنا بغينا تكون عندنا وسطهم واحد ليماج الو غادي نسيليكسيونيهم كاملين عن طريق كنترول فوالا كنمشي لأوتي سمارت ارت فورما رومبليساج وكنختار ايماج بطبيعة الحال انا عندي بارتيغ دان فيشي ها هي كوش بوان جي بي جي وكنقول لي انسير فوالا طلع حدايا تزاد تعدي هنا ديابوزيتيف استوار دان سيكسي هاد المرة هادي كاينة عندي هاي موديفي زون دو تكست ابليكي لا ميزون فورم ان زون دو تكست اكزيستون لا زون دو تكست كونتونون دون دي كونديسيون ايميد جيسكا كونتوسو ال تي دي اللي هي مالها قالوا نديرو ليها غومبليساج سيترون فير اكسونتياسيون ان ها هو اوتي دو ديسان فورما غومبليساج الا جيت نقلب هنا غادي نلقى سيترون فير اكسونتياسيون ان هو داك اللي بغا كونتور نوار تكست 1 ها هو كونتور ها هو نوار تكست 1 انسيري فيديو انسيري اون فيديو دون اون ديابوزيتيف اسباس ريزيرفي بور اليمون ملتي ميديا اللي هو هذا سورس دو فيشي تخا اذا غنكليكي على هاد ليكون وكالعاده انا دائما تنأجوتي من البي سي وغادي نلقى عندي تخا ها هو نقول لي انسيري فوالا ها هو تزاد عندي اوبسيون دو لا فيديو موديفي لو فوليوم دو لا فيديو فوليوم فيبل اذا غنكليك على الفيديو ونمشي لوتي دو فيديو ليكتور فوليوم ونقول لي فيبل انيماسيون ابليكي اون انيماسيون على فيديو اون فاز اغروندير ريتريكير اذا غادي نكليك على الفيديو ونمشي لانيماسيون ها هما لي زانيماسيون ديالي ونختار منه اون فاز وهنا غادي نختار اغروندير ريتريكير 20 موديفي فيديو retarder le minutage des animations pour la vidéo agrandir rétrécrire 0 seconde ها هو من بعد ما اختارينا هاد الانيماسيون هنايا ها هي عندنا لو ديلي خاصو يكون 0 سيكوند بحال هكا صافي ونكمل ديابوزيتيف افونتاج فين هي ها هي ديسبوزيسيون ديابوزيتيف شونجي لا ديسبوزيسيون دي ديابوزيتيف ديابوزيتيف افونتاج ديسبوزيسيون دو كونتوني اذا موديفور لا ديسبوزيسيون ديال هاد ديابوزيتيف نمشي لاكوي ديسبوزيسيون ونختار de contenu. Et voilà. Modifie le graphique. Ajouter des données supplémentaires au graphique existant. Il y a un graphique, vous n'avez pas de données. Vous avez fait site 5, on atteint la valeur de 46%. Et on a cliqué sur les outils de graphique. Modifier les données. Vous avez fait un peu de temps l'Excel Server. إذن قال لك غومارك اجوتي لي على لا فان دو لا سيري يعني هنا خاصني نزيد انايا سيت 5 وهنايا الا خفت نغلط في هاد لو بورسونتاج ندير ليه كوبي كونترول سي وهنا ندير ليه كونترول في كول ومن بعد دوبل كليك وندخل نغير انا ديك لا فالور ونكتب فيها 46 نقول لي اونتري لكن هنا راه باقي ما بانش عندي سيت 5 في الجرافيك حيت خاصني نرجع لهاد السيليكسيون اللي هنا شتو هاد النقطة اللي بالزرق هنا تيبانو عندي فيها جوج أسهم وندير دوبل كليك وندخل سيت 5 وبذلك ها هو سيت 5 زاد عندي بالزرق وندير فيرمي وهنا سالي فورما دو جرافيك موديفي لا كونسيبسيون دو جرافيك جرافيك ايكونومي با سيت تيب دو جرافيك استوغرام 3 دي جروبي اذا هذا غادي نكليك عليه موديفي لو تيب دو جرافيك استوغرام ونختار استوغرام 3 دي جروبي نقول لي اوكي ستيل دو جرافيك ستيل 3 اذا الا مشيت لاوتي دو جرافيك هما لي ستيل دو جرافيك ونختار ستيل 3 انيماسيون ابليكي اون انيماسيون او تكست لا زون دو تكست دو غوش كونتون ايكونومي موين جوسكا اليميناسيون اي ريكوبيراسيون اللي هي هادي مالها غادي نعطيها اباريسيون زوم اذا غادي نمشي للانيماسيون انيماسيون apparition on retire منها zoom
Voilà. Réorganiser l'animation. Modifier l'ordre de l'animation. L'animation économie moyenne jusqu'à élimination de récupération. Déplacer le texte économie moyenne de 43% à la fin de la séquence d'animation. بغينا غير هذه هي اللي تحول لا فان ديال لا سيكونس ديال هاد لانيماسيون كامله باش نتاكد ونشوف خدمتي قدامي بان راها غدا صحيحه فانا كنمشي للفولي دانيماسيون ها هما كاع لي زانيماسيون ديالي وهو قال لي بغى غير هذه اللي فيها ايكونومي مويان 43% هاي مكتوبه في السؤال نكليك عليها ومن بعد غادي نجي لهاد المثلث ونبدا نهبط وراه هي تتبان لي ايكونومي مويان خدامه كتهبط راها شفتوها بالاحمر خدامة كتهبط حتى تتولي هي آخر وحدة صافي ونسد وها أنا ساليت نمشيو للسؤال رقم 26 إيطاب فينال أورغانيزي ديابوزيتيف ديباسي لا ديابوزيتيف أفونتاج أفون ديابوزيتيف إستوار دان سيكس هذه بغينا نحولوها قبل إستوار دان سيكس إذا دوبل كليك ونجار وها هي ولات قبل منها Ajouter une section. Insérer et renommer des sections entre les diapositives. Avant diapositive 1, fabricant. Et donc, on va ajouter une section avant la diapositive numéro 1. On clique avant de faire un accueil. Section. On va ajouter une section. On va dire le nom du fabricant. Et donc, on clique sur elle. On va renommer. On va dire fabricant. On va renommer. Entre la diapositive 2, excellence dans l'industrie, et la diapositive 3, projet pilote CRS. Il y a même une juge ou une lettre. Section d'Akhra. On va le renommer. On va le pilote CRS. On va le renommer. Voilà, il y a une lettre. Transition. Insérer une transition entre les diapositives. Tous les diapositives sauf la diapositive 4, qui se met à objectif. Il y a deux camelines, ordinateur ou marque transition. On dit contrôle, je vais sélectionner une camelin. Lakin galia, bstitna, à la diapositive raqm 4. Il y a un contrôle, contrôle. N'aoud n'habat. Contrôle, contrôle. Au bidalika, on a sélectionné une camelin. On a la transition, qui se met au Q. Ah, il y a transition. ندخل هنايا ونقلب على كيوب ها هي كيوب من بعد قال لي ديابوزيتيف 4 اللي سميتها اوبجيكتيف اعطيها افيون فين هي 4 ها هي سميتها اوبجيكتيف غادي نعطيها افيون فوالا نيميرو دو ديابوزيتيف اجوتي ان نيميرو دو ديابوزيتيف او ديابوزيتيف بي دو باج نيميرو دو ديابوزيتيف ونو با افيشي سور لا ديابوزيتيف دو تيتر إذن غادي نمشي على الانسيرسيون نيميرو دو ديابوزيتيف وغادي نختار نيميرو دو ديابوزيتيف وغادي نختار نو با افيشي سور لا ديابوزيتيف دو تيتر ونقول لي ابليكي بارتو ديابوراما بيرسوناليزي كري ان ديابوراما بيرسوناليزي كونتيان لي ديابوزيتيف 3 ا 7 ديبلاسي نكريو بعدا ديابوراما بيرسوناليزي ها هي ديابوراما Diaporama personnalisé, diaporama personnalisé, nouveau, Galulia M3, Htatel 7. Voilà, on voulait ajouter. Maintenant, on va déplacer la diapositive faisabilité vers le bas. Fini faisabilité, Haya, on va déplacer vers le bas. Le nom, CRS. Et dans le nom du diaporama, CRS. On voulait OK. Inspecter la présentation, vérifier la présentation, supprimer tout le contenu, des objets hors diapositive. Et donc, on va chercher le fichier. On va trouver le texte. On va inspecter la présentation, inspecter le document. Oui. Voilà. On va chercher le texte. On va trouver le contenu des objets hors de diapositive. Cocher. ونقولي انسبكتي ونعاود نرجع ونقلب كونتوني دي زوبجي اور دي ديابوزيتيف انا دروك عاد قلت ليه سوبريمي حيت راه قال لي هنايا في الكيسيون سوبريمي ها هي دابا سوبريمي ونقولي فيرمي وها انا سالي بروبريتي لا بريزونطاسيون اجوتي ان بروبريتي دو بريزونطاسيون مو كلي كومبوزيت
اذا لمشيت الفيشيه ها هما لي بروبريتي. الا بقيت نقلب ما غاديش نلقى لي موكلي افيشي تو لي بروبريتي. بقيت نقلب ما غاديش نلقى لي موكلي. اذا غنقول لي بروبريتي بروبريتي افونسي ريزيمي وها هي موكلي ونكتب كومبو كومبوزيت ونقول له اوكي وها انا سالي. بارامتر امبريسيون imprimé. Définissez les paramètres d'impression de la présentation. Document de diapositive. On mettra à l'échelle de la feuille. Et dans le sheet, l'imprimé. Quelle est l'imprimé qu'il y a fichier. Imprimé. On va dire la diapositive. On va dire qu'il y a document. On va dire qu'il y a deux diapositives. On va dire qu'il y a mettre à l'échelle de la feuille. On va dire qu'il y a option d'enregistrement. Modifier les options d'enregistrement pour le fichier. Incorporer les polices dans le fichier. On va dire le fichier. On va dire l'option. On va dire enregistrement. On va dire le texte. On va dire incorporer les fichiers, les polices dans le fichier. Dans le fichier. On va dire OK. Mais on va dire enregistrer la présentation. On va enregistrer. On va dire salut. On va dire. إذن ملاحظة كالعادة أي سؤال كان جاوب عليه ندير له كوشي ما نخليش نهار الإكزام. أي سؤال جاوبت عليه ندير له كوشي وكل جوج أسئلة ثلاثة أربعة أسئلة جاوبت عليهم مثلا ندير من أربعة أربعة من كل أربعة أسئلة جاوبت عليهم نحاول ندير أونغوجيستخي وفاش نسالي خدمتي كاملة ندير عاوتاني أونغوجيستخي من هنا قبل ما ندير تيرميني وبالتوفيق إن شاء الله.